تبغى شيء غريب وخرافي وما راح تشوفه إلا عندي. كلكم تعرفون كنتاكي شركة تبيع دجاج بس وأشياء ثانية، ولكن كنتاكي قررت أنها تخربها مرة وتبيع ولأول مرة في التاريخ خشب. هذا الخشب الموجود من شركة كنتاكي هو خشب تحطه في الفاير بليس، تحطه في الجريل، تحطه في الشواية، في أي مكان، ولما تولعه راح يعطيك رائحة كنتاكي. او ماي جاد، مجرد اني فتحتها رائحة مرة كنتاكي. اوكي هذه شكلها طبعا حرفيا كأنه بوريتو كذا، اكبر ساندويتش ممكن تشتري من كنتاكي، ولكن لو تجي وتقرا المكتوب هنا راح تلاحظ بان هذا ابدا ما هو الا خشب كنتاكي فقط لا غير. يا من جدري حتى مره حلوه، وبصراحه افكر اني اشغل واحده ونستمتع جميعا برائحه كنتاكي. تفكر انك تشتريها؟